طيب خلوني سريعا اروح للمستشار طه الخطيب المحلل السياسي. ويعني سيادة المستشار بعد مساء الخير، يعني كنت من اوائل من اشاروا لاهميه الحضور الالماني في المشهد المصري وظروفه وشروطه. برايك كلمه ميركل بالامس هل كانت يعني صدفه ولا دي كلمه بتاتي ضمن سياق مهم ليس في العلاقه المصريه الالمانيه فقط وانما في كل ما يشهده ربما الاقليم والعالم؟ مساء الخير استاذه. مساء الخير يا فندم. تحياتي لك ولمشاهديني. اهلا بك، تفضل. عشان نتوقف عند رسالة المستشارة ميركل للشعب الألماني، بالمناسبة هذه من الرسائل المهمة اللي بيبثها المستشار بمعدل شهري، هو عندهم أسبوع وعندهم شهر. هذه من الرسائل الشهرية اللي يتم مخاطبة الشعب الألماني عبر أهم وسيلة إعلام لديهم اللي هو راديو ألمانيا العام أو البرنامج العام عندهم. تمام. وهذا بيستمع فيه في ساعات الدروع الراديو لكل أفراد طرف الشعب الألماني. من أوصل ميركل لهذه المحطة، لهذه الاستراتيجية اللي تخرج بها تحدد مميزات وقوة وقدرة وإمكانيات الدولة المصرية لمعالجة مشاكلها وقضاياها ومشاكل الجوار؟ اللي أوصل السيدة ميركل لهذه المحطة هو عظمة الشعب المصري في 30/6 و3/7، علشان بس ما حدش ينسى انه التغيير حصل يوم 3/7 في مصر، وقدرة الشعب المصري لإيصال قيادة بحجم وقوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأ العالم يقرأ ويستكشف مدى قدرته وصلابة إرادته وإرادة شعبه في تحقيق مصالح الدولة المصرية في التنمية والبناء وفي الحضور السياسي والأمني والعسكري في الشرق الأوسط والإفريقي، جعل من دول كثيرة تعيد حساباتها. ألمانيا ليس بالأمس تغير الموقف الاستراتيجي في لدى ألمانيا. ألمانيا بدأت تتحول عام 2014 في علاقاتها مع جمهورية مصر العربية. ولكثير من الناس اللي ما بيعرفوش، سرعة حفر قناة السويس بالقرار والإرادة المصرية كان بالتفاهم مع الدولة الألمانية عندما سمحت ألمانيا بتزويد مصر احتياجاتها من الحفارات والكركات بوقت قياسي. الكثير ما استمعش وما عرفش مدى تعاون ألمانيا في قطاع الطاقة اللي وصل مستوى 13 مليار دولار، وليس 3 مليار اللي بدأت بهم سيمنز. هناك الدولة الألمانية فتحت اعتمادات ائتمانية لشركة سيمنز لرفع مستوى الاستثمار في مصر والتعاون مصر في قطاع الطاقة. ألمانيا من يتعاون استراتيجيا مع مصر للوصول بمضخات المياه العميقة، للوصول إلى أبار المي في الفرافرة والوادي الجديد والصحراء الغربية لزراعة 1.5 مليون فدان. انت بتتحدث عن اكثر من 800 رمبة او مضخة من المضخات العملاقة اللي بتصل في بعض الاحيان اهم من مضخات البترول. الموقف الاستراتيجي السياسي الالماني بدأ عام 2015 بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا وذهابه بعد ذلك الى اليونان والتحدث في ملف الليبي. تمام. قال للرئيس موقف واضح انه على الدول الاوروبية تحديد مسارها من الان، هي أين تتجه في الموقف في ليبيا. تمام. ستساعد على الحل أم ستكون عقبة؟ من الدول التي سارعت وأيدت الاستراتيجية المصرية والموقف اللي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليونان كانت الدولة الألمانية على لسان ميركل. أوضح بعض النقاط في الخطأ في الترجمة الألمانية للكلام اللي قالته المستشارة. فضل. في موضوع مكافحة الإرهاب، السيدة ميركل بتقول اللي بده يحارب يستمر في مكافحة الإرهاب عليه التنسيق مع الدولة المصرية. بالنسبة للإخوة الأقباط المسيحيين، هم أكثر مكان ممكن يتمتعوا فيه بالحرية والأمان في مصر من دول العالم، ما لكش في الشرق الأوسط بالمناسبة. أيوه. استخدمت كلمة العالم مش الشرق الأوسط. أما ما يحدث الآن في شمال سيناء يا أستاذ أماني، النتيجة الانتصارات الجيش المصري وقدرته على ضرب المرتكزات الرئيسية لتجمعات الإرهاب وضبط قواعد التمويل
والتخزين والتسليح اللي متورطة فيه دول من إسرائيل وقطر وتركيا وبقايا الإخوان وحثالة بعض التنظيمات التي تطلب الود من مكان وتغدر في مكان آخر. اللي حصل أنه عندما تصل أنت في ضرباتك القاسية لتجمعات الإرهاب يلجؤوا للمراحل السفلى من الإرهاب، والتسلل عبر المنازل والأزقة والشوارع الضيقة واستخدام السكين والنار. فمن هناك حصلت بعض الأحداث، وحصل قبلها يعني اغتيال شيخ قبيلة في العريش، وقتل مدرس، وقتل نائب سابق، قتل كثير من الناس يعني بالطريقة هذه المبتذلة. لكن السؤال اللي طرحتيه حضرتك هو الذي يبحث عن إجابة، مين اللي أسرع وروج للناس هدول بمغادرة منازلهم؟ وهم أنا سمعت جزء منهم بالمناسبة طبعا متمسكين وبدهم يروحوا بكرة لبيوتهم، ناس عندهم أرض بيزرعوها وعندهم بيوت ساكنينها ساكن موطنهم يعني. تمام. اللي تدافعوا للذهاب لتجمعات وصولهم في الإسماعيلية من باب التضامن، يا أخي اللي بده يتضامن عندك صندوق تحيا مصر، وثبتت كل التقارير الدولية أنه أفضل صندوق فعل في مصر ويستفاد منه يوميا مش سنويا صندوق تحيا مصر. اللي بده يتبرع يتبرع في صندوق تحيا مصر. بالضبط. بشكرك بلاش المتاجره في القصه يعني. صحيح. بشكرك سياده المستشار، شكرا جزيلا للمستشار طه الخطيب. واعتقد انه ضمنيا سياده المستشار شاف انه من حقنا نطرح هذا النوع من الاسئله، ويا ريت بجد الكنيسه المصريه بسرعه مكتب البابا يراجع، لانه وفقا للقانون لا يحق لاي شخص انه يكون في حساب باسمه، لازم الحساب يكون باسم الكنيسه بفرض في احتياج للحساب أصلا، والدولة تعاملت مع أداة الحرب في صناعة المشهد.